طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي المالي في إكين إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Haya Bil'Arabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya ini insya Allah. Untuk sesi ini, saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini, kita akan melakukan ulang kaji pelajaran yang telah diajarkan sepanjang minggu ini, iaitu menggunakan perkataan maza, maknanya apakah. Zahra akan membantu saya dalam sesi ulang kaji ini insya Allah. Tafadhali ya Zahra. Maza tuhibbu min al alwan ya ustaz? Ma makna maza tuhibbu? Apakah yang awak suka? Minal alwan. Dari warna-warna. Naam. Salini maratan ukhra. Mada tuhibbu minal alwan ya ustaz? Uhibbu al azraq wal akhdar. Ma makna uhibbu? Saya suka. Al azraq wal akhdar. Biru dan hijau. Naam. ثم السؤال الثاني. ماذا تحب من الفواكه يا أستاذ؟ ما معنى ماذا تحب؟ Apakah yang awak suka؟ من الفواكه. Dari buah-buahan. نعم. مرة أخرى. ماذا تحب من الفواكه يا أستاذ؟ أحب البرتقال والعنب. ما معنى أحب؟ Saya suka. البرتقال والعنب. Orange dan anggur. نعم. ثم السؤال الثالث. ماذا تحب من المشروبات يا أستاذ؟ ما معنى من المشروبات؟ Dari minuman. نعم. مرة أخرى. ماذا تحب من المشروبات يا أستاذ؟ أحب عصير القصب. ما معنى أحب؟ سيسك. عصير القصب. جس آير تبو. ثم السؤال الرابع. ماذا تحب من الأطعمة يا أستاذ؟ ما معنى أطعمة؟ مكانًا. نعم. مرة أخرى. ماذا تحب من الأطعمة يا أستاذ؟ أحب الفراخ المشوي مع الشوربة. ما معنى أحب؟ سيسك. الفراخ المشوي. أيام بانغام. مع الشوربة. دمن سوب. نعم. مرة أخرى. ماذا تحب من الأطعمة يا أستاذ؟ أحب الفراخ المشوي مع الشوربة. ثم السؤال الخامس. ماذا تحب من المواد الدراسية يا أستاذ؟ ما معنى المواد الدراسية؟ Mata pelajaran. نعم. مرة أخرى. ماذا تحب من المواد الدراسية يا أستاذ؟ أحب العلوم والحساب. ما معنى
معنى أحب؟ Saya suka. العلوم والحساب. Science dan matematik. مرة أخرى. ماذا تحب من المواد الدراسية يا أستاذ؟ أحب العلوم والحساب. ثم السؤال السادس. ماذا تحب من الخضروات يا أستاذ؟ ما معنى الخضروات؟ سيران. مرة أخرى. ماذا تحب من الخضروات يا أستاذ؟ أحب الخيار والبامية. ما معنى أحب؟ سيسك. الخيار ليمون والبامية. دنبندي. نعم. مرة أخرى اسأليني. ماذا تحب من الخضروات يا أستاذ؟ أحب الخيار والبامية. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra. السؤال الأول. ماذا ستفعلين في المسجد؟ ما معنى ماذا؟ أبوكا. ستفعلين. أو أكن لكتين. في المسجد. في المسجد. نعم. ماذا ستفعلين في المسجد؟ يا زهراء. سأقرأ القرآن. ما معنى سأقرأ؟ سأكن membaca. القرآن. القرآن. نعم. أسألك مرة أخرى. ماذا ستفعلين في المسجد يا زهراء؟ سأقرأ القرآن. ثم السؤال الثاني. ماذا ستقرأين في المكتبة؟ ما معنى ستقرأين؟ yang awak akan baca. في المكتبة. في perpustakaan. ماذا ستقرأين في المكتبة يا زهراء؟ سأقرأ الجريدة والمجلة. ما معنى سأقرأ؟ saya akan membaca. الجريدة. سورة كبر. والمجلة. dan مجلة. ماذا ستقرأين في المكتبة يا زهراء؟ سأقرأ الجريدة والمجلة. ثم السؤال الثاني. ماذا ستشترين في السوق؟ ما معنى في السوق؟ دي بصر. ماذا ستشترين؟ ما معناه؟ apakah yang awak akan beli؟ في السوق. ما معناه؟ دي بصر. نعم. ماذا ستشترين في السوق يا زهراء؟ سأشتري السكر والملح. ما معنى سأشتري؟ سأكن بلي. السكر بل. والملح. دن غرم. ماذا ستشترين في السوق يا زهراء؟ سأشتري السكر والملح. ثم السؤال الرابع. ماذا في جيبك؟ ما معنى ماذا؟ أبوكا. في جيبك. di dalam poket awak. ماذا في جيبك يا زهراء؟ في جيبي المنديل والقلم. ما معنى في جيبي؟ di dalam poket saya. المنديل. sapu tangan. والقلم. dan pen. ماذا في جيبك يا زهراء؟ في جيبي المنديل والقلم. ثم السؤال الخامس. ماذا في حقيبتك؟ ما معنى ماذا؟ أبوكا. في حقيبتك.
di dalam dakwa. Maza fi haqibatiki ya Zahra? Fi haqibati al-majallatu wal-luqbatu. Ma makna fi haqibati? Di dalam dak saya. Al-majallatu wal-luqbatu. Majalah-majalah dan permainan. As'aluki maratan ukhra ya Zahra. Maza fi haqibatiki يا زهرة؟ في حقيبتي المجلات واللعبة. ثم السؤال الأخير، ماذا في الدرج؟ ما معنى ماذا في الدرج يا زهرة؟ أبكه بدلام لتي. نعم، ماذا في الدرج يا زهرة؟ في الدرج المقلمة والبطاقة الشخصية. ما معنى في الدرج؟ في دلم لتي. المقلمة ما معناه؟ بكس بنسل. والبطاقة الشخصية. دن كت منالن. نعم، أسألك مرة أخرى، ماذا في الدرج يا زهراء؟ في الدرج المقلمة والبطاقة الشخصية. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom belajar bahasa.